تأكيدا على ما يحظى به منتسبي وزارة الداخلية في كافة القطاعات من رعاية واهتمام من قبل القيادات العليا والتواصل معهم في الأعياد والمناسبات، قام وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح بجولة تفقدية لقطاع الأمن الجنائي للإطمئنان على سير العمل بما يحقق الارتقاء والتطور بقطاع الأمن الجنائي وفي إطار دعم المنظومة الأمنية وزيادة كفاءتها. ولدى وصوله كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الدين وعدد من المدراء العامون بالقطاع. وفي ختام جولته للإدارة توجه بالشكر لرجال قطاع الأمن الجنائي مطالبا إياهم بمواصلة بذل الجهد والعطاء من أجل الوطن. وقد نقل إلى رجال قطاع الأمن الجنائي تهنئة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بمناسبة عيد الأضحى المبارك. من جهة أخرى، قام بجولة تفقدية لقطاع أمن المنافذ في مطار الكويت الدولي، استقبله خلالها مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار بالإنابة العقيد عيسى الفيرشاوي وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن المنافذ، زار خلالها الأجهزة الأمنية العاملة في المطار للوقوف على مدى جاهزيتها في التعامل مع الظروف والمعطيات المختلفة، كما اطلع على مدى استعدادات قطاع أمن المنافذ خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن تقديره لجهود رجال الأمن العاملين في المطار بتقديم كافة الإجراءات والتسهيلات في أسرع وقت ممكن وتأمين سلامة المسافرين وعودة الحجاج والقادمين من موسم الإجازات إلى أرض الوطن سالمين.